فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. سواها يعني ايه؟ جعلها البيوت جعلت حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم عليهم يعني أطبق عليهم فأهلكهم. كل ذلك دعم لمسيرة تصحيح تاريخ عن الأمم البائدة التي لم يؤرخ لها مؤرخ الإسلام تاريخا كافيا. الآثار الآن في العالم أجمع تعتبر من أعظم الكنوز التي تفخر وتعتز بها كل بلد فيها آثار تدل على حضارتها وعلى ما هي عليه من قوة.